السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء اليوم محاضرتنا الثامنة لإدارة المطاعم وعنوانها اختيار موقع المطعم. الموقع ومكان المطعم إلى أهمية كبيرة سواء كان داخل الفندق أو مستقل، والاختيار الصحيح لموقع المطعم يعد أساس تتوفر عليه الدراسات الأولية والتغذية السليمة للمعلومات من عناصر تكوين القرار واختيار موقع ومكان المطعم، ويؤدي بالنتيجة لبداية ناجحة لأنه تعتمد على العناصر الأخرى مثل درجة الخدمات، نوع المطعم، الأسعار إلى آخره. وأيضا تتواجد مؤسسات استشارية عديدة تحت تصرف المستثمرين لاختيار مكان وموقع المطعم مع إجراء مسح كامل للسوق والمنطقة، ويحددون موقع المطعم، وهذا يعتمد على قدرة إدارة المطعم أو خبراء المطاعم والفنادق باتخاذ قرار السليم والمناسب حتى يضمنون نجاح تشغيل المطعم وتحقيق عائد مناسب للمساهمين أو المستثمرين أو الدولة في حالة عائدية المطعم القطاع الاشتراكي. كل مطعم له خصوصية تتميز عن بقية الأنواع. هناك مطاعم الخدمة الذاتية والمطاعم المتخصصة الفرنسية والشرقية أو النادي الليلي ومطعم السناك بار. فالمالك أو المستثمر أو العاملون من ذوي الخبرة والدراية بالعمل الفندقي ويقدمون خدمة الطعام والشراب. وأيضا زادت نسبة النجاح في تسخير موقع المطعم وتحقيق عوائد مناسبة، وهناك أسس تعتمد عليها في اختيار موقع المطعم باتجاهات عديدة، وهذه العوامل تتحكم في مسار اتخاذ القرار المناسب. وأيضا هذه الاتجاهات هي ما يحتاج لها المستثمر كلها لكن أو المالك، لكن في مكان معين ممكن يحتاج كلها أو جزء منها بمكان آخر، وتعتمد على نوع المطعم أو الفندق. من هذه الاتجاهات أولا الكثافة السكانية، لما توجد عندي كثافة سكانية عالية فهي دلالة إيجابية كونها تسهم بزيادة المبيعات وإرداد عدد أكبر من الزوار أو الرواد للمطعم أو الفندق. وعلى متخذ القرار أن يختار موقع المطعم لازم يكون له المال بالنسبة للسكان، تركيزهم يعرف الفئات العمرية سواء كانوا شيوخ، شباب، أطفال، نساء، رجال إلى آخره للمنطقة، ويختار المطعم المناسب. اثنين، وجود منشآت صناعية وشركات تجارية ومؤسسات تعليمية حجمها وتأثيرها على الموقع، يعني الثقل المادي أو المحرك من شؤون المطاعم هي نتاج لتركز مؤسسات ونشاطات صناعية وتجارية وعلمية وتعليمية، وهذه من خلال انتشار المطاعم الموجودة اللي تقدم لي وجبات الطعام السريعة نتيجة لتقدم الصناعة والتجارة في المدن الأوروبية والأمريكية ومراكز المدن التجارية، تحقق لي أرباح هائلة مثل ماكدونالدز، مطعم ماكدونالدز للهمبرجر والبطاطا، ولها فروع أيضا حوالي 9000 مطعم في العالم، وهذه حققت إيرادات عالية جدا نتيجة انشغال الناس ساعات طويلة في المصانع والمكاتب والمدارس والجامعات، يلجؤون إلى تناول وجبات طعام سريعة ورخيصة أيضا، وأيضا نتيجة وهناك وجود حقائق بالأرقام تساعد صاحب المطعم على تقدير حاجة السوق. طلبتنا الأعزاء، الآن تم الانتهاء من ملخص محاضرتنا، مثل ما عودناكم أن نرسلها بعد الانتهاء من محاضرتنا الأساسية وحسب الجدول الأسبوع على برنامج جوجل ميت، وشكراً.